أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. بداية سؤال المشروع، كيف تلمست نبض الشارع المصري؟ نحن شاهدناه عبر شاشات التلفزة وقلوبنا تخفق مع هذا الشارع. حضرتك على الأرض كيف تلمست هذا النبض؟ الشعب المصري أمس 30/6/2013 أنا بعتبره هو ده اليوم 19 للثورة، يعني 18 يوم في 25 يناير 2011، أمس 2013 هو اليوم 19. لن يتنازل الشعب المصري المتمرد عن التنازل عن حرف واحد من حروف كلمة ارحل. نطالب برحيل نظام اعتقل سيادة القانون، نظام أقصى الشعب المصري بجميع فئاته، نظام جاهل فاسد ظالم فاشي، نظام دكتاتوري دموي، نظام حافظ مش فاهم، نظام لا يعرف كلمة دولة، نظام اعتقل سيادة القانون، نظام غريب عن الشعب المصري لا ينتمي غير لنفسه، ينتمي للظلام والظلم والدم. أنا شايفة أنه الشعب المصري امبارح عزف أعظم سيمفونية في تاريخ البشرية، عزف سيمفونية سلام، عزفها الشعب المصري بإيمانه بالله وإرادته الحرة، إرادة شعب أراد الحياة الكريمة بسلمية يوم كان 30/6/2013. واليوم الجيش المصري لحن هذه السيمفونية للمواطن المصري يوم 1/7/2013، وركعة شكر لله لأن جنود الله معانا في كل جمهورية مصر العربية. نعم ست شريهان، يعني اليوم التعويل على الجيش المصري الباسل والبيان الذي أصدره اليوم والذي يشبه البلاغات التي اعتدناها في حالات انقلابية معينة، علما أن الجيش نفى أن يكون ما يقوم به هو نوع من انقلاب، ولكن هذا النظام الفاسد الذي تحدثت عنه والذي وصفته بهذه النعوت التي وصفته بها جاء على أكتاف 18 يوما التي سبقت يوم 19 يوم الأحد. الشعب المصري من يراهن على غير الشعب المصري فهو خاسر، بس دعيني أرجع للجيش المصري. الجيش المصري فوق رؤوس جميع المصريين، الجيش المصري آخر الجيوش الكبيرة والعظيمة على 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 مر التاريخ، ولكن عايزه اقول لحضرتك لما استشعر الشعب المصري ورفض حكم الجيش او الجيش المصري في ال 18 يوم، نزل وانا واحده منهم، قالت ارحل، ولكن ارحل لمين؟ ارحل لان يكون الجيش المصري جزء من العمليه السياسيه او الحكم، ولكن اليوم وهو يصرح بمنتهى الشفافيه والوضوح خارج السياسة والحكم هو على رؤوس جميع المصريين. النهاردة الجيش المصري عقيدته أساسا جيشنا يرفض الدم ويرفض الانقلاب، جيشنا لا يمكن أن ينقلب على الشعب، جيشنا إحنا والجيش شخص واحد وكيان واحد. أهلا وسهلا بجيشنا وعلى رأسنا وفي قلوبنا، وهو يحمي وينحاز إلى إرادة الشعب المصري. النهاردة زي ما حضرتك اكيد شفتي امبارح في CNN 33 مليون، انا هقول مش 33، في اراده 22 مليون مصري ماشي على الاقدام متمرد في جمهوريه مصر العربيه، متجردين جميعهم من اسمائهم، كلنا نازلين بالهويه المصريه في القلب فقط. نعم دون ولكن أي سيدتي هذه الملايين التي تتحدثين عنها يقابلها ايضا ملايين لمحمد مرسي، ومثلما أنتم جمعتم ما يفوق 20 مليون توقيع، هم أيضا كإخوان مسلمين كان عندهم ملايين، كيف ستواجهون هذا؟ خلينا نقول نظبط اللفظ، نقول 22 مليون وكسور متمرد، ونقول زي ما هم قالوا
26 مليون ما شفناش منهم حد. نعم. ولكن قوة الإخوان أو جماعة الإخوان المتأسلمين أو اللي هم أول من أساءوا لإسلامنا قبل مصرنا، هم قوتهم لا تتجاوز المليون، يعني نقدر نقول 750. الحقيقة إحنا أنا ما شفتش منهم ولا مليون متجرد. يعني احنا تجردنا من الاسامي ونازلين بمصرنا في قلوبنا ونفوسنا، انا ما شفتش منهم يعني هذه ال 26 مليون. النهارده انا حضرتك شفتي في اي تقرير او شفتي استمارات تجرد او شفتي غير ربع العدويه اللي هي لو طلعت من القبر هترفض هذه الاهانه والمهانه اللي داخل مسجدها؟ انا ما شفتش. نعم. شفت اعلام لا تخص المصري مرفوعه عند ربع العدويه. نعم. شفت عنف ودم وشوم وبلطجية، ده اللي أنا شفته. نعم. يعني دعيني أقول، لأن إحنا شعب لا نقصي، ولكن بالورقة والقلم والإمضاء يحطوا أوراقهم قدام أوراقنا. الشوارع لا تكذب، وإرادة المصري لا لا لا, لا تكذب بالصوت والصورة. نعم. أنتم تزعون وإحنا بنقول، إحنا نعم. كلنا في الشوارع. سيدة شريهان، هناك مآخذ أخذت عليكم بحيث أنه جرى إحراق لبعض مقرات الإخوان المسلمين، وكنتم في الثورة السابقة أو في بداية 18 يوما، يعني 25 يناير، يعني عانيتم من هذه عمليات العنف التي حصلت، لماذا جرى إحراق لمقرات الإخوان المسلمين؟ لا حبيبتي، جميع، خليني أتكلم على الأقل اللي أنا منهم وهم مني. نعم. الشعب المصري المتمرد على الظلم والظلام والفساد والإقصاء كله جميعهم، وأنا بتكلم بأساميهم، وأنا أعني أني أتكلم بكل من وقع على استمرار التمرد، يدين حرق سواء حزب الحرية ولا موقع حزب الحرية ولا غير حزب الحرية والعدالة. نعم. كل جميعنا ندين، أي إحنا شعارنا السلمية. نعم. ومصر ونعنيها. سؤال أخير. الشعب المصري لا يعرف الحرق ولا القتل ولا الخيانة ولا ما يعرفش غير النور، ما يعرفش الظلمة. نعم. سؤال أخير، هل تتوقعون أن هذا التحرك الكبير الذي أدهش العالم سيصل إلى خواتيمه السعيدة برحيل محمد مرسي؟ أكيد، يقيني في الله يقين، وثقتي في شعبي وفي إرادة الشعب المصري ليس لها حدود يقينا. نعم. يعني من دلوقتي حضرتك تقدري تقولي اللهم لك الحمد، والشعب المصري كله ركع شكر. انتهى الأستاذ محمد مرسي، وأنا كنت أتمنى عليه في آخر كلمة له أنه يعني ينجز أولى إنجازاته، وهو أن يسلم نفسه ويكون قدوة حسنة. نعم. لجميع المساجين، انه يقول له يعني ايه عدل وعداله، يروح يقول لنا كيف كانت اجراءات هروبه من السجن، كيف جاء بهذا الهاتف، من الذي خرجه، رقم العربيه. يعني كنت اتمنى ان يكون هو اول المصريين المسلمين الملتزمين باحكام القضاء. بس كنت أتمنى يعني ولو إنجاز صغير في السنة اللي هي ما أعتقدش أنها هتكتمل أيامها يعني. نعم. شكرا لك جديل الشكر، الفنانة القديرة الثائرة المتمردة شريهان. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا.